قبل ما نبداو في حديثنا اليوم، الحقيقه نحبوا نقدموا تعزينا الحاره للاطار الطبي والشبه الطبي واطباء تونس الكل على اثر ما تلقينا من خبر وفاه الطبيب والدكتور طبيب الاسنان اللي الحقيقه تاثرنا وكان صدمه كبيره وقت اللي وصلنا الاخبار هذيا. دكتور اسماعيل العباسي طبيب اسنان بمستشفى ابن جزار بالقيروان، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه ويغفر له ويغفر جميع المؤمنين وربي يصبر عائلته العائله نتاعو القريبه واللي يعرفوه واصحابه الكل والاطار الطبي وشبه الطبي. الله يرحمه دكتور، ان شاء الله ربي يصبر عائلته ويصبر العائله الصحيه الكل، انا لله وانا اليه راجعون. كالعاده كما كل نهار اربع شكون حديثنا ديما موجه للاطفال وخاصه الاطفال. في طفلك هو كنزك اليوم، اكيد الامهات سورتو والاباء كلنا نحب نحافظوا ونتسائلوا كيفاش نحافظوا على سلامه اطفالنا في مع ارتفاع درجه الحراره نتاع الطقس هذيا، باش نمنعوا اصابتهم من بعض الامراض وباش نحافظوا عليهم. عديد الارشادات احنا نقدموها، اولا ديما نقولوا لابد من استعمال الكريم الواقي الليكرون للشمس، ماذا بينا زادا نستعملوه قبل ما نخرجوا صغيرنا ب 30 دقيقة ونعاودوا نجدوه كل ساعتين. كيف لازمنا نحاولوا نتجنبوا التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة. ارتداء القبعة على الرأس هذه يكون سورتو في الأماكن المكشوفة. ما ننساوش الملابس لازمها تكون واسعة وتكون ألوانها فاتحة قطنية، خاطر الملابس الضيقة واللي مصنوعة من البوليستير تخلي البدن يزيد يعرق برشا ومعشان يتنفس وتسخن. ما ننساوش زادة في معادة سيئة نخليو صغارنا ساعات نهبطو نقضيو بزربة، نخليو صغيرات في الكرهبة نردوا بينا، هذيك ينجم يعرض الصغير لضربة شمس نجم تكون ضارة برشا. كيف ترتيب الجسم بالمشروبات الصحية، وأهم حاجة يظهر لي حاجة مهمة برشا نتغذوا عليها، إن مش في بين الأشعة فوق البنفسجية تضر كان البشرة كهو لكنها زادة تضر العينين. هذيك علاش نأكدوا على ارتداء النظارات الشمسية للصغيرات كما للكبار زادة. وفي الموضوع هذايا حبينا نزيدوا نتصلوا بالدكتورة سانية موساوي طبيبة مختصة في أمراض وجراحة العيون ونزيدوا ناخذوا رأيها في الموضوع هذا. هذا باش يكون موضوعنا اليوم. سؤالي الأول، منين نشري الكريم سولير لولدي؟ من أي بلاصة؟ من فارماسي؟ والله هو من الفارماسي، وفما زاده فضاءات معده يبيعوا معناها لي زيكرون سولير تبدا معناها المفيد في طريقه الحفظ نتاعها وفي طريقه كيفاش نجيبوها واني تكون كيما المطابقه للمواصفات وكذا. تتحط في الفريجيدير؟ بيان سور لازمها تكون في بلاصه بارده. ساعتين هذوما كي نجددهم حتى في البحر ولا فما ولا فما كريم معناتها تقاوم الماء معناتها والعرق؟ هو كسوا ماء والعرق لازم اوتوماتيكمون كل ساعتين تعاود تجدد لابليكاسيون، تعاود تحط ليكرون على البلايص المكشوفه. بالنسبه للصغيرات مش كان الوجه كهو، البلايص المكشوفه الكل نعملوها بالليكرون. معناتها كيما الوجه كيما اليدين كيما الساقين معناتها؟ بالطبيعه هذوك الكل معناها البلايص المكشوفه للشمس والمعرضه اكثر للشمس. نحط ولا نخدمها شويه الكريم معناتها؟ خاطر ديما نحب نعطي الاستعمال، لازم ما نجيش نحط ونتعدى هاك حطيتك شويه ولا نخدم شويه؟ لازم تدخل في البو، ما مش تحطها وتقعد ظاهره هكاك مش تسيح وتهبط، لازم نعملوا مساج خفيف تدخل في البو هكا مش جست سيركولير هكا معناتها دويره معناتها دائري بطريقه دائريه، هي الطريقه المثلى انه جست نتاكدوا انه الكريم تحطت بطريقه صحيه واكثر من شرب الماء. هذه ديما اللي ناكدوه. موضوعنا اليوم الاطفال والعينين والوقايه لعينيتهم، هذاك علاش يكون موضوعنا اليوم في طفلك هو كنزك. طفلك هو كنزك. طفلك كنزك. مشكل العينين نتاع الالترافيولي في بالي قلق، كان كبار ما حد صغار يتقلقوا؟ اكيد حتى صغيرات يقلقهم، بالعكس الجلد نتاع الصغير اكثر حساسيه من جلده الكبير وخاصه العينين. خاصة العينين، علاش كيفاش هذا؟ أكثر التفاصيل باش يكون موضوعنا في اليوم مع ضيفتنا سناء المساوي وهي طبيبة مختصة في أمراض وجراحة الأعين. باش يكون أسئلتكم الكل تنجموا تطرحوهم معنا لو هكا تدخلوا على الباج أوفيسيال فيسبوك. دكتورة سناء أهلا وسهلا. أهلا مرحبا بكم. نشكرك على حضورك بحضنا. حاضرة بحضنا دكتورة عفاف الجيزاني.
عسلامة سناء، مرحبا بك. دكتورة شكرا على تلبية الدعوة. دكتورة سناء، حبينا اليوم في طفلك هو كنزك نخص الصغيرات بالحماية عينيهم. كما قلنا الأشعة فوق البنفسجية ما تأثرش على الجلد كهو، على البشرة كهو، كيف كيف حتى على العينين تنجم تشكل لنا خطر كبير. effectivement est que ça a fait un حاجه بالاضافه ونشك تزيد على اختيار الموضوع، خاطر موضوع مهم برشا. الاولياء للاسف معناتها ما يعرفوش اللي الشمس كيما تاثر على الجلده عندها تاثير كبير على العين، وتنجم حتى الله لا قدر في بعض الاحيان كي تبدا اكسبوزيسيون برولونجي نجم الله لا قدر حتى تاثر تؤدي الى اللطش، عفوا يعطيكم الله العافيه. بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية اللي هي اللي جلت راديولي، عندنا احنا ثلاثة أنواع، ثم الـ A والـ B والـ C. سي أوروزمون الكوش بتاع ليزون توقفها ما تعديش، يقعد عندنا جوج أنواع اللي هما اللي جلت راديولي A إي B. الـ A الكوش بتاع ليزون توقف منها 70%، دونك تعدينا جوست 35%. والـ B الأشعة الكوش بتاع ليزون توقف 70%. دونك الباقي الكل نجم مالوريزمون يتعدى للعين. باهي كي تقولي يتعدى العين تو دكتوره سناء، العين معناتها طبيعيا مش مستعده للتعامل مع معناتها الزولترا فيولي بصفه طبيعيه. اللي هو اوريزمون احنا ربي عطينا دي فيلتر دي بارير. اما اللي بارير هذوما يختلفوا حسب العمر. ابارتير من عند صغير اكثر من 12 سنه، لي بارير هذوما يحميونا بنسبة 80% من الجير سافيولي بي اي ا، اللي هما لي بارير هذوما عندنا الشفرة والكونجونكتيف اللي تحت الشفرة، ومن بعد يجي القرنية، ومن بعد تجي الكريستالا اللي هي العدسة. لكن للأسف عند الصغيرات اللي أقل من 12 سنة وإلا عند لي بيبي سورتو تتعدى معناتها الأشعة البنفسجية بطريقة توتال معناتها كاملة 100%. فوالا 100%. دكتورة، بالنسبة للصغيرات كيفاش ننصحوا، كيفاش نحافظوا على عينيهم؟ من وقت نجم ننصح ونعطي اللونات نتاع الشمس للصغير؟ هو احنا للناس الكل صغار وكبار ديما ننصحوهم باش يلبسوا مراية الشمس. راهي مراية الشمس كيما نحميو احنا نحميو الجلدة، كنت نعطيكم تحكيو على كرة الشمس على الجلدة، كيما نحميو الجلدة بالكونسولات راهي اللونات معناتها سولير ماهيش معناتها نلبسوها هكا معناتها ألوف ولا حاجة. فوالا مش زينة، راهي حماية، راهي أساسية، راهي واجبة، سيرتو عند البيبيات. كيما قلت لك البيبيات القرنية نتاعهم ما تنجمش ما تسميش امتصاص نتاع الأشعة، القرنية والكريستال هما قلنا ثلاثة تروا عندنا كونجونكتيف وإلا البوكير هي الشفرة، ومن بعد القرنية ومن بعد الكريستال، هذوما ثلاثة عند البيبيات. للأسف طاقة الامتصاص نتاعهم باش تكون ضعيفة باش ما نقولوش منعدي. دونك الأشعة فوق البنفسجية تتعدى بصفتين تتقل للشبكية، اللي هي الشبكية أهم عنصر في العين اللي هي تخلي الإنسان بصفة عامة يشوف. عند الصغيرات اللي أوندر لونتور من 12 سنة فما أقل، فما امتصاص نسبي من القرنية ومن الكريستالة، لكن كومام فما بارتي صغيرة تتعدى للشبكية، وهذا كيف كيف ينجم يأثر من ناحية الشيخوخة المبكرة اللي ولينا نشوف فيها توا بفاسون اكثر من قبل، اللي هي دي ام ال لا ديجينيسونس ماتيريال دي الاج، اللي هي الشيخوخه المبكره نتاع الشبكي اللي هي ليجيتاليولي الى البير ليكوتوري سيبتور نسميوهم اللي موجودين في الشبكي. دونك شنو الطريقه اللي نجم نعملوها؟ اولا اونبي باش نخرج صغيرنا في وقت الظهر نتاع الشمس، حتى لو حتى من الفجر حتى الو ثم أشعة معناتها بنفسجية اللي تأثر، ما نقولش أو صباح بكري معناها صحيح أقل مي موجودة، دونك نلبس مراية نتاع الشمس ملي نخرج من الدار نلبس مراية. وبيان سور تتفاقم الأشعة في وقت الضروة في القيلولة وتنقص معناتها في آخر العشية معناتها المغرب تنقص. واضح، معناها صغيري من اللي نجم يلبس اللونات نلبسه ماذا بيا، نتصور عمر عامين هكا نجم حتى اقل من ثم لونات البيبيات مع في القاعه من تالي باك الاستيكي. شفت كيما قلت لك البيبي اكثر عرضه، كيما قلت لك نحاول باش ما نخرجوش في اوقات الظهر نتاع الشمس ونلبسه مرايته والشابو ينجم يغطي شنو؟ الشابو زاد ينجم يغطي القبعه اللي على الراس نجم تغطي شويه. صح يغطي عاون مو باش نقصوا في معناها ست فيتر هما الكل ان اونسومبل دو فيتر والا دو بارير. قد ما نكثروا النومبر دو بارير قد ما نحميو الشبكيه نتاع صغيرنا. يفو فير اتونسيون انا نشوف برشا اولياء
يشريوا كلمات نقولوا احنا نتاع السوق. اي هذا كنت سامشنت راهي هذيك بالعكس هذيك شنو تعمل هذيك هي جست فيها لا كولور نوار مانيش لا كولور نوار ديزير هي اللي تحمي من الاشعاع معناها تنجم انك مرايه تكون مش نوار وفيها انتريتمون اوترا فيولي تحميني من الشمس دونك مش اللون الاكحل هو اللي يحميني من الاشعاع لازم يكون فما انتريتمون سبيسيال في البلاره وهذاك اللون سي ان شوا دونك انا نلاحظ الاولياء يشريوا هذيك المرايه نتاع السوق دونك هذيك شنو باش تعمل هي لونها كحله دونك اوتوماتيكمون الماو نتاع العين اللي هي بي بي باش تعمل ديلاتاسيون باش تكبر معناتها باش تحل اكثر تاخذ اكثر كل غزيل اللي جترا فيولي ما حتدخل زيد حليت لهم الباب صحيح دونك ننصحهم انا نقول لهم معناتها ما تنساش تاخذ حتى بلا معناتها مرية تبدا رخيص معناتها ماشي غالي مش تاخذ الكادر خلينا نقول تنجم تاخذوا الكادر على الاقل رخيص باهيش فوالا انا ننصحهم في ديكا ولا خذ الكادر رخيص وتمشي لوبتيسيان تاعك يركب لك بلارات سبيسيال ادابتي لي جوتا فيولي هما اصلا البلارات راهم فيهم انتو نقولوا احنا نتاع نسبة فيه انتو نتاع التيليتراسيون نتاع جوتا فيولي تحطوا على كي يقول لك هذا يحميك 70% هذا يحميك 80% هذا يحميك 90% احسن نوع نتاع بلار هما اللي فيري نسميهم انا بولاريزون هما هذوك بريسك 100% يحميوك من الأشعة اللي تجيك ديريكت ومن الأشعة ريفليشي خاطر احنا أشعة الشمس كي تنعكس كلك سواء على البحر ولا على الرمل فما ريفليكسيون هذيك راهي زادة تقلق العين. ايه عاد استنى حتى دكتور زيد فسالي معناتها مش معناتها نفس المضرة كي تنجم تجيني كيما تجيني مباشرة من الشمس كيما وانا في البحر تضرب على الرمل وترجع لي معناتها هو بيصير تبدا ديريكتومون انت توك تضرب ديريكتومون الشمس اكيد باش تكون اكثر برشا اما هما حتى فما نسميوها احنا فما نوع نجي في اكثر وحده تعمل ترانسميسيون هي الثلج هي الثلج هذاك اللي قام يتزحلقوا على الثلج هذاك اوبليغاتوارمون يلبسوا اللون خاطر بلس 80% من النايكيز كي تجي معناتها الثلج ما يبصرش به وفي البحر الانعكاس نتاعو في الماء نتاع البحر ب 80 زاده اونتر 20 و 30% ماش معناها معناتها البحر الى بصر ينقص الى بصر ينقص فوالا كي يضرب على البحر ويرجع معناتها اونتر الى بصر حكيت 80% انا في الحالات الكل احنا الحل معناتها الساهل وماهوش صعيب لبس صغير مرايته من اللي يخرج معناتها من الدار لبس مرايته اللي تكون مرايات ادابتي لعمره ما شوش فيها حتى مشكله معناتها اذا كان الانسان الصغير يلبس مرايات بالعكس كان حبيت زاد نحكيو على زي في سكوندير نتاع الشمس كيما قلت لك ان لي بارير شنو اول حاجه باش يعترضوا القرنيه دونك شنو نجم يصير فيها القرنيه نجمو نتعرضوا حتى لي برولور كورنيال معناتها القرنيه على قد تتحرق كاريمون شو معناها تتحرق معناها باش تتجرح باش يولي الصغير عينو تحمر ما يحلمش الضوء تدمع وجيعة قويه تشبه الوجيعة اللي كي واحد اللي اكسبوزي على لوميير اسونس والا كي نقولوا احنا كودار فرجون ياخذ انسان يقدر الواحد يلحم اي يلحم بعد الحديده الحديده ذوك فوالا هكاك معناتها فريمون دولور قوية هذيك علاش كل متوسطة من صغيرة تحب يقول لك تحب نخذ للشمس مش علاش تخذ للشمس معناها كيما قلت لك نجم تسبب دي برولو تعديو للعدسة تنجم تعمل كاتاراكت ما معناتها الماء مش في وقته مي ا ديستونس نعم يعني بعد مدة ينجم فما كيمولاسيون فما معناتها فما افي كيمولاتيف شمعناها معناها ان اكسبوزي لهم شوية غدوة شوية بعد غدوة شوية يتلموا هذوكم يعمل كيمولاسيون سورتو بالنسبه للكريستالان وبالنسبه للشبكيه التالي اللي هي معناتها اورجان نوبل بالطبيعه هي تخلينا نشوف وتنجم تتسبب فما حتى لي بريلور ريتينيان معناتها احتراق على يقدر في الشبكيه هذوما لي بوزيسيون معناتها لونغ برولونجي نجم على يقدر يؤدي كما قلت في اول حصه لا تقديم البصر دكتورة وبالنسبة للصغيرات اللي عندهم بطبيعتهم مشكلة في النظر ويلبسوا اللونات متاع تقويم النظر كيفاش اسكو اللونات هذيك تحميهم ولا لازمهم يمشي للاوبتيسيان تاعو يبدل البلار ولا كيفاش ها شوف لك هما توا لي فير ولاو ما شاء الله معناتها فيهم برشا دوبسيون فما لي فير اللي يحميوك من لومير بلو اللي هي اللومير الموجوده في توسكي لي اورديناتور و توسكي لي ليز وكل شيء وفما لي فير فيهم هذاك التريتمون فيهم اونتي يو في لازم تكون تتاكد على الاوبتيسيان تاعك يا اما تعمل معناتها مونتيرو فيها كلافيك اللي تلصق من فوق تحت الشمس والا تعمل لي فير احنا نسميهم فوتوكرونيك شنو معناها فوتوكرونيك؟ معناتها اللون نتاعهم يتبدل كي تخرج بيه للشمس وفيه ان تريتمون اونتي يو في كيما قلنا مش اللون اللي يحمي
راه التريتمون تاع البلاره. نوعيه البلاره، نوعيه البلاره هي اللي تحمي، مش اللون نتاع البلاره. مش اللون لا كحل، راه كبيره برشا عباد تصرف كي لبسوا. انا مش انا مش بالك هيك الحقيقه زاد الدكتور، معناتها بيرسونيل مون كل ما تبدا غامقه، كل ما تبدا غامقه عندي هنا وعند هذيك باش تخلي اقل شمس، معناتها ماشي بالفكره هذيك. لا مالوريزمون لا مش هذاك، قلت لا بروف اللي كي تشري جينات هذوك نتاع السوق بالعكس انت تتحل البيبي نتاعك، واللي هي بيبي زاد تسمى معناتها سيتان فيلتر كي تبدا مسكره او موان، احنا كي نلاحظوا كي نخرج الشمس تسكر البيبي نتاعنا باش تقلل من دخول الاشعه فوق البنفسجيه. انت تلبس معناتها بلاره كحله ما فيهاش بروتكسيون، دونك تحل باب الاشعه باش تدخل. باهي دكتوره، كثرة التعرض للشمس عند الصغار ينجم ينقص في النظر عند الصغار، يخليه ينقص في النظر ولا ولا ينقص من الحيث اللي هو كما قلت لك تسمى افي كيمولاتيف، كي يكبر نجم يجي الماء على بكري، الماء ينجم الله يقدر في 60 سنة يعمل شكون ابيلا ديجيريسيون في ماتيريال اللي هي الاج اللي هي الشيخوخة نتاع الشمس بكرة. ولا اما مش معناها هو كان نقص موان زان كي اكسبوزي للشمس شوية موان دو، لا التأثير هو من ناحية هذه معناها من ناحية لابسوربسيون تاع لي ديفيرونت ستركتور هذا اللي باش تعرضهم لجزء فيولي للجزء فيولي، كيما قلت لك في كيمولاتيف باش يقعد مخزون، ماذا بيك انت تقلل لو ماكسيموم ليكسبوزيسيون باش تحافظ على باهي. دكتورة عفيف خلينا نسالك حاجة، تو هاك تنصحونا المرة الأخرى نصحت على الصغار، قلت ما يصيرش نحطوهم في الشمس على كل فيتامين دي، ونعرفوها العملية هذيك، شنو معناتها ما عادش نخليك ناس معنا تو الدكتورة سناء هكا، ما عادش نخلي ولدي في شوية شمس؟ هو احنا قلنا راهو ديما كل شيء رولاتيف وموديري، مش باش نجي أنا تو في شمس تو مساعتين تاع القايلة ونقول باهيت له الشمس وفيتامين دي بيان سور، مش باش نجي في الصيف اللي هو شمس تقعد يما صباح بكري شوية زادة، خاطر الشمس قوية حتى من الصباح هي كما قال الدكتورة توا من الفجر ملي نقوموا الشمس قوية، معناها حتى كي باش ياخو معناها شوية الفيتامين اللي باش تفكسيه الشمس، هو مش الشمس تعطينا الفيتامين، معناها حبيت تسهلها انا نجمو معناها شوية وفي وقت اللي تبدا شمس مش قوية سورتو الصغيرات. صباح بكري مثلا كي يقوم آخر العشية. العشية هكا شوية تبدا مازالت شوية شمس. مدام سنة نفس 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 الشمس نتاع الصيف هي بيدا تنجم تضر كيما في الشتاء معناتها كي نتعرض لها برشا؟ لا اكيد الشمس معناتها الضوء نتاع الشمس في الصيف باش يكون اقوى برشا، ديجا حتى في البشره معناتها اللي بريلور معناتها اللي يجيو على الجلد تنجم توصل حتى للحروق كاريمون، معناتها كي الواحد يكبوزي نهار كامل ولا في الشمس قويه يعمل سكون ابيل كود سولي ولا يعمل البريلور معناتها هذوكم معناتها الحروقات في الجلد. سي لا ميم شوز راهو بالنسبه للعين، معناتها الحاجه الوحيده اللي تفرق اللي الجلدة تتكلم معناها تنجم تشوف عليها العين، العين معناها ما تتكلمش، نجم الانسان يقعد وقتاش يفيق بروحه كي انت تبدا معناتها كيما تصير لك احراق حموريه ما يحملش الضوء وقت معناتها يدوا كونسلتي، معناها خاطر كيما قلت لك تنجم تعمل جروح في القرنيه، تنجم تعمل ديبرولور حروقات صغيره اللي تنجم تعيق معناتها النظر وتوجع وتقلق برشا. دكتور دوك دكتوره سناء ننصحوا بالارتداء معناها اللونات هذيا نتاع الشمس من معناها حتى هو بيبي، ظهلي متفقين انه نحاولوا ما نخليوش صغيرنا اكسبوزي للشمس في اوقات الذروه، وشربين الماء بيان سور زاد يعاون حتى العين كيف كيف تستحق برشا للماء. فماشي نصح من ناحيه الدمع، خاطر انت الدمع منها من الماء، دونك انت كل ما تشرب الماء الدمعة نتاعك وبيان سور الدمعة تتبخر بالشمس معناتها الشمس القوية والكيمات الزولية في الصيف وكل اللي معناتها كيما نقولوا احنا يستيمو معناتها يخليو الدمعة تتبخر فيه ساعة صحيح، دونك تولي عندنا الدمعة نتاعنا شيحة تولي العين شيحة تولي هذيك تنجم تعرض العين للالتهابات سورتو في القرنية العين ديما لازمها تعوم في الماء. باهي مدام سنة خلينا نفهم حاجة أخرى، ما نخافش من الماتيريال اللي نتاع ما يمكن نحبوا نعطيهم نصيحه كامله، اكل الماتير اللي يعملوا بها لي لونيت سواقي بين كلمه اللي هي مش من عند اوبتيسيان معناتها في الاخر لازم نمشي هذيك ما كان نوع البلاستيك ما نعرفش عليه المصدر نتاعو، ينصحوا به ما ينصحش به معناتها؟ مريض شمس مريض انفر، فهمت مريض شمس خاطر هو حتى البلاستيك ما يحمي حتى شيء معناتها جست منظر وكهو خور معناها ما فيش حتى منفع حتى في المراية تنظر زاد معناتها بالله ماهوش كيما قلت لك توا
التطور التكنولوجي كل الناس كله اللي تعرضها لومير بلو خاطر هذا كيما اللي تسوتا فيولي عنده بلوتي عندي ديرابل لومير بلو كيما قلت لك اللي تجي من كيف تابليت وكل وهذوك من بازيك معناها باش تقوم فيهم جست كوريكسيون تاعك جست تقليدك ما يحميك من حتى شيء فهمت ما ننصحش بهم في حتى حاله دونك ناكدوا نعاودوا راهو لي لونيت اللي يتباعوا في الفضاءات معناها في السوق راهم يضروا ما بالعكس ما ينفعوش بالنسبه للاولياء اللي ما نجموش يبدا عنده اربعه وخمسه صغار بصراحه لونيت اوبتيك تتكلف شويه هذاك سالتك انا معناتها نحب نحاولوا ما نتعرضوش لاشعه الشمس في وقت القوه نتاعها النجم كيما قال الدكتوره معناها تنجم تاخذ كادر وتهزه للاوبتيسيان حط لك عليه البلار معناها مش مشكله انا عندي ولدي يلبس لونيت العادي ويبدل برشا تلمو كل كادر يراه يعجبه ياخذه نتاع السوق ويهزه ويعمل عليه يعني ما البلار غالي مش غالي برشا معناها انا اوزر انتو نقول من 70 دينار حتى سما فوق معناها خاطر مربوطي واحد عنده خمس كوليكسيون تاعك يولي اغلى معناها حفاظا نعمل تنظر 70 دينار 80 دينار ما تزادش مطالب كل يوم باش نبدل كل مره في العام مرتين في العام ما تخباش شويه ريزيستونت دونك به اخر حاجه مالك اللي تعدى نلقى واحد حديد هو قاعد يلحم ويضرب تلقاه لابس لونيت عاديه هذاك الشجم يصير له على طويل مادام سنه معناتها كل ما يضرب وكلك الضوء قوي يدخل كل ما يضربك الضوء يجهر في عينيه شنو نجم يعمل هذا كمال؟ بالنسبه للحداد هو دو بروبليم عندهم اول حاجه سكراف اللي بازو هما معناها من الحداد وك شديد هذاك نجم يتمطروا في عينه ديون الكمينين اللي هما نلقاه معناها ديكور اترونجي معناتها ميتاليك مالغري بدا لبس الماسك اي وزاد اللوميان هذيك تعمل بالضبط دي برولور كل كيما تعمل الشمس خروق على الشبكه مش على القرنيه على القرنيه ما تلقى القرنيه كلها مجروحه مثل اكسبوزيسيون قويه بالضوء هذاك دونك لازم تبقى ما نجمش حتى يحل عينه مرات يجي التبليد تبقى يجي تكون جود شي معناها ما نجمش يحل عينه عينه حمراء دمعة توجع دب فهمت دونك لازم بروتكسيون زاد اكيد سكي سور تاثر حتى على الشبكيه خاطر هذيك اشعه ضاره معناها تاثر على العروق الون تير بيان كلهم حاجات شفتو على الشبكيه على وقت طويل على وقت طويل باش تعطيك علامات توا توا ما تقولش شوي باش تعطيك علامات يظهروا الون تير تبقى في 60 سنه ولا يعمل لك مشاكل كان في جزء الكفار معناها هو من نوع يتكسبوز معناتها للشمس وحاجه اخرى زاد اللي ناجي على الاكسبوزيسيون للشمس بتاتر زاد تجي هو مش صغرى اما تظهر اكثر كما قلنا في الكبرى هما الفرد كنا تلبس فرد اي الفرق هنا يجيو اكثر حاجه لاحظناها عند العباد اللي تبوزي للشمس اللي تكفي الفلاحي الفلاحه معناها اللي يقدموا ديما تحت الشمس وما غير حتى حمايه الشمس زاد الفابوريز معناتها الكونجونكتيف تعمل لك البريفيكاسيون هذيك انفلاماتوار وتعمل معناتها الفرق بيان سور هو تلقاه مش صغر اكسبوزي ويظهر عليه في الكبر صحيح اخر حاجه كي نمد لولدي انا الاكران والتلفزه والتليفون هذيك تنجم تضر له عينيه هكا الضوء هذاك الازرق معناتها اللي في ليزيكرون خلي يفهم وينجم يضر له عينيه مع شد ساعه ساعتين. شو معناها بليزيور برشا معناها برشا اضرار اول حاجه التليفون تاكسبوز للميوبي معناتها لطول النظر هو انت صغير كان مش اذا كان انا نقول لهم اذا كان تحب التليفون تعطي التليفون تو بعد عام عام ونص عامين يولي لك ناقص. هذه الاولى الثانيه لا لوميير بلو كيما قلنا لا لوميير بلو كيف تشبه شويه الاشعه فوق البنفسجيه تنجم تعمل ظروف في الليل تنجم تعمل الكاتاراك بيان سور الون تيرم تنجم تقلق معناتها الريتي فهمت وتعرف باش يحب دمع معناتها هذوما الاكثر حاجات الاثار معناتها اللي في انديزيرابل تاع لي تابليت معناتها على المخ تاع الصغير وعلى الفهم وعلى كل شيء معناتها هذوك الكل تعرفوا انا ما ننصحش معناها ابارتي اللي يقول من لي تابليت من 7 سنين ما انت عنده صغير في ربع ساعة درجين تحت المراقبة نتاع الأبوين في وقت الثلاثين معناتها لازم تعطيه أكتيفيتي أخرى كثير برشا من مدام سنة معناتها به نصيحة به تتصور معناتها فما صغار تاع توا معناتها باش يرضى بربع ساعة مادام عفاف يرضى بربع ساعة صغار توا هو نبدأ ورا بربع ساعة احنا نبدأ ونتفاهم باش نعطيك ربع ساعة وربع ساعة هذيك ربع ساعة صغيرة في العطل توا في العطلة ولا تعطي البديل راه ما تعطيش البديل اعطي البديل تو انا واحدة من صغاري ما نعطيهمش البديل شنو البديل ثاني عندك انت صغار؟ البديل
البديل، فما المطالعة، فما لي جو معناتها جو دو سوسيتي الاجتماعية الفكرية. بون تلفزة شوية، تلفزة باللي باللي ما تأثرش، خاطر ديما أ ديستونس ماكش لاصق فيها، معناتها تبدا بعيد. فما تخرجوا لبرا، معناها الحاجات هذوكم فور نعم خدمة نقدر كل شيء، إذا كان باش يقرا ولا حاجة تابع على القراية نعطيهم شوية. واضح. دكتورة سناء المساوي، طبيبة مختصة في أمراض وجراحة العينين، أن جرو ميرسي لتدخلك معنا، وربي يفضلهم لك يا دكتور على النصائح اللي قدمتهم لنا الكل. دكتور خلينا نفهم حاجة يا عفيف، معناتها ساعات تعذرهم راهو صغار، شمعنى تعذرهم؟ ريتهم مع السخانة هذيا في نهار كامل تبدأ مش حاصرهم واحد في الدار، ما في الدار معناتها حاصرهم في الدار في ترى أنا علاش توا الدكتورة قلت لها شنو البديل؟ خاطر البديل بالحق وفي القروان معناها ما عندناش برشا شوا، ما عندك وين تحط، ما فماش نوادي ومخصصه فضاءات. انا حتى كي باش تهزوا النادي تلقاه ينجم يتلقاه على مع بعضهم يحطوا الاورديناتور وتلقاه صغار الكل في عن نفسه. وقت باش تهزوا في القايله السخانه عندك 5 سوايع راهو على الاقل في القايله، باللي باش يقايل باللي باش يرقد باش يفيق لك. معناتها الطفل الصغير البيبيرا نشاط معناتها انرجي لازم يخرجها في بلاصه، في مركز في التليفون، في اركح، في تعارك وزوز اخوات، معناتها هذاك ساعه تقول راهو صعيبه شويه. معناتها عفيف ويعطيكم الصحه لكل امهات تونس. كومون فو جيري تو سا؟ يرحم والدينا بالحق كيفاش ربونا، كنا انا ساعات نقول كنا في العيله 6 صغار كيفاش، ولكن طبليت ولكن هو خلقوا لزمان غير زماننا. صحيح نحاولوا ديما احنا نحاولوا نعملوا ليكيليبر وكهو. صحيح معناها الاكسبوزيسيون مش صغيرات، فما صغيرات ما عندوش تابليت وما عندوش تليفون، وتلقى واحد كهو معناها في الصغار تابليت يلعبوا به الكل، بوتيتر هكاك خير موسي تعاركوا، اما اقل اكسبوزيسيون للصغيرات. نحاولوا نغرموهم بحاجات اخرى، نحاولوا مثلا المطالعه يا حبذا، اما والله صغارنا ما عادش ما حتى يقول لك انا بيرسونيل يقول لي نقرا في قصه على التابليت، نتفرج في قصه هاو نسمع هاو، لا يمس الورق حاجه اخرى. بصوتك انت ديما تشد الورقه وتقراها، حتى لينا احنا الكبار الله المستعان. القيلوله باهيه للصغار، انا ديما كالقيلوله ديما نقول راه القيلوله. لا انا ولدي القيلوله كي نجيش نقول له جا نقرا قصه يقول لي باش نرقد. قولوا لهم قولوا لهم نقراو قصه تو يرقدوا. سايب خوك ريب شنو قصه الجنه تحت اقدام الامهات مش ببلاش. قبل ما نزيدو نخدمو معاك عاود ذكرني بالنصايح الاولانيه اللي دينا بها نتاع الكريم والخروج نتاع الوقت والماء. خلينا نذكروهم لكل ام قاعده تسمع فينا اليوم تحب تخرج ولدها كسوا الصباح حتى باش تخرج ويقضي معها ميساج. انا نهار كامل نمشي للسوق للمارشي القاضيه، شنو هما النصايح اللي نقدموهم اليوم لكل ام قاعده تسمع فينا على رجال حياتها فات؟ اولا بالنسبه للايكرون لازمنا ناخذوها من فضاء معناها مهيئ للبيع الايكرون، كما قلت الفارماسي ولا فما لي بارا فارماسي، معناها حاجه فارماسيوتيك وصحيحه، وفما اللي قداش تحمي معناها على الشمس موجود عليها، وهذيك اللي موجود معناها على الاقل معروفه المصدر ومعروفه المصدر مش مجهوله المصدر. انا شفت مره ايكرون من برا نفس الامبلاج ونفس الباك، ولكن كي تحلها من داخل انا نعرفها الايكرون هذيك ما هوش لا تكستور ولا الكولور ولا الريحه نتاعو، لا مش هو. انا شفت مره هكيك هذيك، علاش ناكدوا انك تشري الكرون هذيك تاخذها من بلاصتها. بالنسبه للابليكاسيون قداش نحط الكرون، ماذا بيا صغيرات نحطوا الكرون قبل ما نخرجوا بنص ساعه، مش تعمل الكرون وتخرج ديريكتوم قبل بنص ساعه، نعاود نعمل الابليكاسيون كل ساعتين. نحاولوا نتجنبوا التعرض المباشر لاشعه الشمس، شد صحيح في الشمس، في اشعه الشمس خاصه في اوقات الذروه. ماذا بينا نعاودوا صغيراتنا برتداء القبعه على الراس، يشربوا الماء، شربين الماء حتى كان صغير ينسى، حاول تذكروا ديما معاك دبوس الماء كي تخرج ويلعب شويه اجا اشرب، مش معني المشروبات الصحيه نقولوا به، حتى كان اذا كان مش ماء دي جو تعملهم وتبدا انت عامله في الدار. عنا الغله توا موجوده، فما سيترونات حوايج تبرد وصحيه ونظيفه، النقص من السكر بالنسبه للصغار ما يسالش، المفيد يشرب على الاقل سيترون معمول في الدار، عملته امه بيديها نظيفه، غسلت يديها، ما خلتوش وفما ذباني هكا وبيك. لا لا خلينا نقول من عيب باش ما عادش ياخذوا استنى سيما وسط تصويره وسط راهو ايماجين واحد اللي يبدا بالشارع ولا ما نكمل نقول
نقول كأنك اللي حضرك استل السيترونات وخلت فيه بيد والعرق هكا وطاحت فيه ذبينة، اش بشي عمل لها؟ مش بشي لوح استل راهو لوح ذبينة ويعاود يصب لك يبيع لك به. دونك اعملوا في الدار خير. الملابس، ملابس ماذا بينا، ملابس واسعة قطنية ألوان فاتحة، خاطر كيما قلنا البوليستير يلصق على البدن وما يخليش البدن يتنفس ويخلي التعرق يزيد. اللونات كيما توا كنا نسمعوا الدكتورة المختصة قالت اللونات نلبسوها قد ما يكون، مهما يكون صغيرك عمره صغير راهو اللونات تحميه وتحمي له عينيه. يلبس اللونات كل ما يجي يخرج، واللونات زادا مش اللي نشريوها من السوق، اللونات من عند الاوبتيسيان. ظهر لي هذا هو، هذوما اهم النصائح اللي قدموهم للناس الكل فيما يخص الصغيرات نتاعكم. ان شاء الله ربي يفضلهم لكم. الناس الكل تبعدوهم على الضوء وتبعدوهم على التابليت، هذه ديما ناكدوه الناس الكل. فما شكون يعمل زيتويت؟ قالوا لي في الصيف ما يرتاحش طفل صغير، مش من حقه زاد يرتاح شويه؟ والله هذا موضوع انا عندي فما متفقد في التعليم الابتدائي الراجل هذا، انا نتبع في الباج نتاعو ونتبع في افكاره، وتحيه ليه سي عبد الرزاق سجني، او تحيه ليك سي عبد الرزاق، استدعيتك برشا مرات حبيتك تجيب حلينا، حبيتك التجربه نتاعك وافكارك تنورنا بها. هو ما كانش رافض باش يجيب حلينا سي عبد الرزاق، ولكن قال لي الافكار هذه ما تجيش في حصه واحده، نعملوا برشا حصص وناس كل تعرفوا برشا اولياء يتبعوا فيه سي عبد الرزاق. بالنسبه للتعليم توا وليت اللهفه على التميز، وساعات حتى التميز المغلوط. راهو بالنسبة لنا الطفل متوازن نفسيا متوسط دراسيا خير من طفل ممتاز دراسيا وغير متوازن نفسيا. ليزي عاد اعطيني اللون نتاع القسم، انا الباقي الكل تو يتبع. الي سي با تخي زامبورتون، خاطر برشا كانوا الاوائل نتاع القسم وما وصلوش خاطر تعبوا، الباركور طويل. القرايه ما توفاش في السيزيام، ما توفاش في النوفيام، وما توفاش في الباك. دونك الباركور قد ما تكون عندك السوفل، قد ما تكون بالك واسع، وقد ما تكون مستعد معناها للرحلة الكل، قد ما تنجم تمشي في أبعد الأشواط. ليتود قلت لي في الصيف، والله أنت وصغيرك راه يا عبد الرحمن، أنت وصغير، فما صغير اللي أنت تعرف صغيرك قاعدوا عنده دي لاكون من وسط العام، صغيرك تعرفه ينسى سريع، معناها البطء عنده بطء في الفهم، عنده حاجات ناقص فيها، كيف تعمله حتى حصه في الجمعه باش ما يقعدش العطله هذيك كلها؟ احنا عطلنا مطوله راه 3 شهور ونص، يعني صغير بالنسبه لصغير في كيما هكا راهو ما يرجع القرايه دخلوا اول نهار باش تلقى ناسي كل شيء، يحب لك شهر ونص شهرين باش مخه يعمل لك الديماراج والميزاجور. دونك اذا تعملوا، اما مش كل يوم، ما نرهقوهمش، ما ترهقوش. كي يبدا صغيرك تبارك الله عليه باهي مميز، خليه يطالع حتى في الدار، يطالع يطالع، مش لازم ليتود، يطالع. المطالعه باهيه، المطالعه تحل المخ على كل شيء، تخليه يعرف يتكلم، تخليه يعرف يعبر، تخليه يعرف يكتب بالصحيح. راهو مش بالضروره معناها انا يجيب لي 20 في الرياضيات وهو ما بصراحه ما يعرفش يتواصل، ما يعرفش يكتب صحيح، معناها يكتب صحيح انا نحب، راهو مهم برشا، راهو توا تلقاه ما شاء الله مع احترامي العباد الكل يكتب جملة تلقاها التيل مفتوحة والتيل مربوطة والضاد والضاء ما عندهاش معنى عنده، كيف كيف فهمت؟ المعنى وصل، أنا بالنسبة لي المستوى والتوازن النفسي هو المطلوب. المعنى وصل، ضاء مفتوحة، ضاء في الاخر بالنسبة لي كنت المعنى وصل. ما عادش أنا الحقيقة كي راها كيكا ما عادش نركز على المعنى، يضيع تركيزي نقعد مركز على الضاء والضاد والتين المفتوحة والمربوطة، نقف غادي مخي وكهو. الكتاب، الكتاب باهي، الكتاب باهي في الاخر، في الاخر فما توا فما بالحق في قروين عندنا راهي حاجة باهية، الجوامع الكل محلولة وتحفظ في القرآن باهي، مهم مهم تعلمك النطق وتحفظ وتقرا، دونك هذا راهو باهي على الاخر كتمرين للمخ وللعقل بين الحفظ والتعلم، حتى على باش ما ينساش يولي يقعد ديما المخ ما ينساش. عفاف الجزيني ان كرون ميرسي دكتوره على حضورك بحضنا، وغدوا نتلقاو في نفس التوقيت ابارتير من ساعتين مكملين معاكم حتى المطيطه نتاع العشاء، ما تبعدوش هنا رجعين. جولدن ميوزيك، سلموا لي سلموا لي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، اللي تمنيته في احلامي دلوقتي مغرورة صار لك مدين بحكيكي ما بتردي. جولدن ميوزيك، all the loneliness is always been a friend of mine.
ميوزيك من الاثنين للخميس الاربعاء نتاع العشيه.